وأيضا هذا فيديو ثالث أرسلت لها فيه، قالت لي يرسلون لك في الأول التحية وفي الثاني يقولون بأنهم أجمعوا على أن يصعدوك. اي فعلا، اي امين، رائع جدا. اي طبعا، هكذا اي باسم الضوء. أيوة. اي اي وأيضا هو قال لها بأنه هو صعد وذهب للمدرسة الكونية، وقال لها هناك علوم يعني بالنسبة لنا نحن كأرضيين فهي اي صعبة جدا صعبة، قال لها العلوم صعبة، وأحضر معه رمز. أنا أرسلت لك الرمز أستاذ. الصورة، يلا خلينا نشوفها الصورة. دقيقة، والله خليني أعرضها، يلا بس نعم أعطوني مجال. رائع جدا هذه الأخبار، وأخبار عظيمة وأيام عظيمة. أي طبعا حقيقة، وهي أختنا ضوكان 164، رائعة جدا. ممكن هي تسمع هذا التسجيل. أيضا نرسل لها سلامنا ونقول لها عائلتك الكونية تباركك، وزعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتك، وأصعدي إلى الضوء يا أختي، أنت من الضوء أتيتي. الكون العظيم يبارك حياتك، يبارك عائلتك في الأرض، ودائما تعيشون محبة وسلام وحكمة الأكوان، تمتلئون بها في وعيكم في أرواحكم، تعيشون حكمة الأكوان. شاهدوها مرة أخرى، ممكن تعطيني تفاصيل حول هاي الصورة؟ أستاذ هو لم يحضر تفاصيل هذا الرمز، هو فقط ذهب للمدرسة الكونية اي وجلب معه هذا الرمز، وهو يتساءل، سأل أمه قال لها أنا أعرف عائلتي الكونية وأعرف أنني من الأندروميدا اي وأعرف أن أخي أيضا هو من الأندروميدا وأنه أخوه الكوني، اي ولكن هو يتساءل لماذا لا تحضر عائلته يراها في السماء كما يرى عائلة أمه. ممكن نعمل اتصال يخبروننا، يعني ممكن نعم نحن نتصل بهم، ممكن نعمل اتصال بهم يعني يخبروننا. اي اي نعم اي بس هم يتصلون معه. نعم أستاذ يتصلون معه، اي وهو لديه قوة التخاطر قوية جدا. بس هو ما عمل جلسات سفر كوني وصعد. هو عملتها مع أمه وصعدته لكن هو يعرف أنه هو من الأندروميدان. لا، هو ليه ما يعمل جلسة سفر ويصعد؟ يعني زراعة الروح الضوئية، السحب بالجسم، والطلاب كثير يعملوها الآن. إي هي عملتها له أمه في جلسة من الجلسات، لا لا، هو هو تقول له يعملها. إي يعملها، لما لا يعني إي هي تعلم الآن، هي عندها يعني هذا خبرة نعم الآن أستاذ هاي هو الجلسات. يعرف أيضا يعرف. إي وحتى هو يعني من يسافر، السفر سهل جدا يعني. نعم أستاذ اي طبعا، اي نبارك هذا الطفل يستلم حكمة الأكوان ويصعد إلى عائلته الكونية، وعائلته الكونية تباركه، عائلته الكونية ترسل له أيضا ضوء، ويصعد هذا الطفل بأنفاسه، روحه، جسمه إلى أعماق الأكوان، ونقول له أنت قائد كوني عظيم، استلم دي إن إيه الأكوان، استلم دي إن إيه الأكوان، واصعد إلى الضوء، أنت من الضوء أتيت. آمين آمين آمين. أيضا إحنا كثير فرحانين بالخبر أنهم يعني هم قرروا أن يصعدوك فتسافرين، وأنا قلت لك هذا سابقا. إيه هذا نعم رائع أستاذ عزيزي، إيه نعم مدهش أنا هذا. إيه قلت له أخبرهم وأرسل لهم تحيتي، قال لي في المساء، وأنا اليوم في المساء يعني لما صعدت هنا وجدت أن عائلتي تظهر يعني بقوة الله، يعني كبيرة جدا، الآن أنت السفينة بالسطح، وتسكن. الآن أنت بالسطح، نعم أستاذ نعم، هي وظهرت الآن هاي المركبة هي أثناء ما الآن عملنا. ظاهرة هي أي الآن ظاهرة لكنها صارت صغيرة، في قبل قليل كانت كبيرة جدا. أنت معانا بالجلسة، من عملنا جلسة تنفس وأصبحت نعم أستاذ عملت نجمة معكم. ضوئية. أي هاي نعم مهمة، نعم عملت واتصلتي معكم. بالعائلة الكونية، نعم أستاذ، رائع جدا. أي وظهرت لي كائنة مثلثة يعني الله، مركبة مثلثة، مركبة. ايه وشفت أمي الكونية وشفت عدة كائنات من الأندروميدا. امين امين. الكون العظيم يبارك ايضا
والدتك الكونية، الكون العظيم يبارك آمين. أيضا هذه ظهوراتهم في الأرض. وأيضا نقول لك اصعدي يا عزيزتي، أنت من الضوء، نعم اصعدي باسم الضوء، آمين. تصعدين ورحلة عظيمة وسفرات عظيمة باسم الضوء. آمين آمين آمين. 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 كم العظيم يباركك أستاذ، يبارك الجميع يا رب.